اهلا بكم مشاهدينا الكرام، التغطيه مستمره على شاشه النيل للاخبار لاهم وابرز المستجدات على الساحات الاقليميه المختلفه. عده متغيرات في الساعات الماضيه يبدو انها تغير موازين اللعبه في المنطقه، خاصه على صعيد العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان وعلى قطاع غزه. ابرز هذه المستجدات هي ما اعلنه الاعلام الاسرائيلي من ارتفاع عدد المصابين جراء انفجار مسيره اطلقها حزب الله قاعدة بنيامين العسكرية إلى 67 جريحا. في متغير آخر، ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية بشأن نشر منظومة ثاد والخاصة بالدفاع الجوي في إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1991. وارتبط بهذا المتغير ما أعلن أمريكيا من أن هناك قوات أمريكية ستصاحب هذه المنظومة، ما يعني ضمنا أن هذه القوات قد تشتبك مع إيران إن قامت إيران بالرد، وكون هذه المنظومة تنشر بالأساس لمواجهة التهديدات الإيرانية. وبين هذا وذاك، يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة على منطقة جباليا والتي يحاصرها الاحتلال منذ عدة أيام ويمنع الدخول والخروج منها، بينما يحاصر فيها عدد كبير وبالآلاف من المواطنين الفلسطينيين لم يعد بمقدورهم التعاطي مع الحياة بهذا الشكل، ولا يستطيعون أيضا تغيير هذا المستجد والذي يأتي على أسنة البنادق الإسرائيلية. كل هذا وأكثر نناقشه في هذه التغطية مع ضيفنا الكريم في الاستوديو. ينضم لي في هذه التغطية الدكتور أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. نبدأ مباشرة مع حضرتك ومع مشاهدينا الكرام إلى هذا التقرير، ومن بعده نفتح الحديث مباشرة. ابقوا معنا. يوما بعد يوم تتفاقم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لأكثر من عام، فضلا عن توسيع دائرة الحرب، مواجهات مع حزب الله اللبناني وتوترات أخرى مع إيران. وفي هذا الإطار، أكدت الولايات المتحدة على لسان وزير الدفاع الأمريكي لورد أوستن على أن واشنطن مستعدة تماما للدفاع عن موظفيها وشركائها وحلفائها ضد أي هجمات من إيران أو شركائها ووكلائها المدعومين منها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الدفاع الأمريكي لورد أوستن ونظيره الإسرائيلي أف جالنت لمناقشة الهجمات الإسرائيلية على لبنان. في غضون ذلك، شددت الولايات المتحدة على أهمية ضمان سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، وذلك عقب هجمات استهدفت قوات يونيفيل وسط تصاعد التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان. وأكد أوستن التزام واشنطن بالتوصل إلى ترتيب دبلوماسي يعيد المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين إلى ديارهم بأمان على جانبي الحدود. وجدد وزيرا دفاع أمريكا وإسرائيل التزامهما بمنع أي طرف من استغلال التوترات أو توسيع نطاق الصراع في المنطقة. كانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفيل قد اتهمت الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل متكرر على مواقع لها في جنوب لبنان وسط تنديدات دولية. نبدأ من نقطة التطور المهمة الأخيرة، وهي هذه المسيرة والتي أصابت قاعدة عسكرية إسرائيلية، ويبدو أن تعداد وحصيلة القتلى والمصابين جراء هذا الإطلاق ما زالت في تصاعد مستمر. وأبدأ مباشرة مع ضيفي الكريم في الاستوديو دكتور أيمن السيسي. دكتور، نبدأ مباشرة بهذه الفكرة، ما رصد بأنه جسم طائر، اعتراض جسم طائر في سماء حيفا، يبدو أن هذا الجسم أو هذه المسيرة
سقطت في منطقة عسكرية. هذه مسيرة لم يعهد استخدامها من قبل حزب الله من قبل. إذن حصيلة تزداد كل لحظة، ربما كل دقيقة، لنصل إلى هذا الرقم الكبير، أكثر من 60 إصابة حتى الآن، وربما الحصيلة مرشحة للزيادة. السؤال مباشرة، هل هذا متغير نوعي في توازن القوى من جانب ما بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، أم أن هذه ربما تعود إلى فشل القبة الحديدية في الاعتراض فكانت هذه الإصابة المباشرة وكفى؟ هو شوف، ممكن يكون زي ما حضرتك قلت، هو الاثنين جزئيا، فشل القبة الحديدية وإنهاكها وإنه الخسائر تعرضت لها كبيرة، لكن في جزء تغير نوعي في المسألة، أنه إيران وحزب الله أو أزرع إيران وأزرعها بشكل عام، سواء الحشد الشعبي أو حزب الله أو الحوثيين، لم يعد أمامهم إلا أن يقدموا بعض الخسائر لإسرائيل، أو يقدموا بعض الحرب الحقيقية، جزء من الحرب الحقيقية ضد إسرائيل، لأن هم إحنا عدنا دأبنا منذ سنوات طويلة على أنهم يسبوا في أمريكا ويلعنوا في أمريكا وفي إسرائيل ولا يقتربوا منهم، وإيران أذلتها إسرائيل إذلالا كافيا خلال، على الأقل خلال العام الأخير، أذلت حزب الله وأذلت إيران باستهداف واغتيال قادة كبار في إيران، بداية من قاسم سليماني واغتالته أمريكا، ثم رضا موسوي في السيدة زينب في الشام في دمشق، واستهداف القنصلية أو السفارة الإيرانية في المزة في دمشق، والاغتيالات العديدة لكثير من الشخصيات سواء الإيرانية أو من حزب الله أو من حماس. فإيران لم ترد رد حقيقي ولم تصب أهدافها بشكل حقيقي من خلال المسيرات والصواريخ التي أطلقتها، سواء في الرد على اغتيال قاسم سليماني أو ما بعده في الرد الأخير 180 صاروخ اللي تم إطلاقهم. نعم. ولم تصب يعني يمكن الاثنين الشباب اللي عملوا عملية تل أبيب أو يافا أو بير السبع، المجموعة الشباب اللي عملت هذه العملية أتت بحصيلة من القتلى اليهود أكثر مما أتت به المسيرات والصواريخ الإيرانية وصواريخ حزب الله. هذا عرى إيران وعرى حزب الله وعرى الفكر الشيعي والمشروع الشيعي في الشرق الأوسط أو في الوطن العربي بالأحرى، أنه إيران كانت منذ فترة طويلة وهي تطنطن بأنها صاحبة المشروع الإسلامي. نعم. بعد فشل الدول السنية في إنقاذ المقدسات والدفاع عن القضية، وإيران تصدت أو أوهمت الشعوب العربية بأنها المقاومة وعلى القدس رايحين بالملايين هي وأزرعها في المنطقة، ولم يحدث شيء. وبعد أن خدعوا حماس بعد الاتفاق معهم كما قال التسريبات أنهم هيسندون في حالة ما حصل حاجة، حصل حاجة طوفان 7 أكتوبر ولم يسندوهم، ولم يفعل حسن نصر الله شيء برغم هذه الطنطنات. فكل ذلك وهذا الإذلال الذي أذلته إسرائيل لإيران والحزب الله والاغتيالات والاختراقات وكشف كثير. نعم. من الشخصيات إن هم عمل اليهود، وده ثبت. يعني النهاردة بنتساءل أين إسماعيل قآني؟ قيل أنه أصيب بنوبة قلبية يعني أثناء التحقيق، قيل على خلفية حدوث تسريبات في، ولماذا حقق معه؟ لأنه تم الكشف أنه جاسوس إيراني. الكثير من مجموعة البيجر نفسهم من تم استهدافهم وكان منهم السفير الإيراني، حتى أن أحمدي نجاد اتكلم في أنه لما عملوا أحمدي نجاد رئيس إيران السابق. نعم. اتكلم على أنه لما عملوا أنشأوا جهاز لمكافحة التجسس ضد إسرائيل، اتضح أن رئيس هذا الجهاز اللي تم اختياره هو عميل للموساد. إذن المسألة هم منفذين على بعض، لكن إعلاميا كانوا يعني يتعاملون مع العالم العربي. نعم. بنظرية المقاومة وفكرة المقاومة والصراخ والهتاف والحماس، إلى أن أسقطوا العقل العربي بعد هندسته في أسر إيران وأسر حزب الله وأسر الشيعة لأنهم أصحاب المقاومة. الآن سقطت هذه النظرية وسقطت إيران وسقط المشروع الشيعي، فهنا أعتقد أن جزئيا
أولا إيران لن تحارب إسرائيل، لأن العلاقة بين إيران وإسرائيل علاقة قوية وحميمة، والمشتركات الدينية والثقافية بينهم واحدة، يعني الاثنا عشرية، الإمام الاثنا عشر والأسباط الاثنا عشر وكثير من المشتركات بينهم والعلاقات القديمة. فإذا هم مش هيحاربوا، لكن إسرائيل بهذه الحرب التوسعية التي تعمل فيها لصالح الماسونية العالمية ولإدخال المنطقة في حرب شاملة، وده تقديري أن ده اللي هيحصل، إدخال المنطقة في حرب شاملة. لدينا الآن أيضا متغير، وهو الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي جراء انفجار مسيرة في قاعدة بنيامين العسكرية جنوب حيفا، وهناك أيضا عدد كبير من الإصابات تتجاوز 60 إصابة هذا حتى الآن. فكرة القبة الحديدية أو مقلاع داوود وفكرة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية التي لطالما تشدقت بأهميتها واستراتيجياتها وقدرتها على التصدي وحماية سموات دولة الاحتلال بكفاءة كاملة، يبدو أنها بين الحين والآخر تواجه اختبارات صعبة، أو بالأحرى تواجه إخفاقات. السؤال مباشرة، لماذا لم نسمع مثلا عن بعد كل صاروخ ينزل إلى الأرض يجري تحقيقات، هناك تحقيق يجري لكن لا نرى أي نتائج على الأرض، هذا هو إخفاء معلوماتي لمجريات هذه التحقيقات حتى لا يفت ذلك في عضد الروح المعنوية لقوات جيش الاحتلال، أم أنها مجرد نوع من أنواع الاستهلاك للرأي العام الداخلي الإسرائيلي؟ لا، شوف، هو أنا في رأيي أنه الإصابات والنتائج الحقيقية لهذه الصواريخ غير مجدية، يعني القتلى الإسرائيليين من الكيان الصهيوني قليل ليس بالقدر التي أطلقت فيه الصواريخ، ولا يمكن مقارنته بالشهداء الفلسطينيين. احنا عندنا شهداء، احنا عندنا أكثر من 50,000 شهيد في غزة وحدها، و يعني عشرات الآلاف من المصابين، فضلا عن المفقودين، فضلا عن التدمير التام، فضلا عما استشهد من أهلنا في الضفة الغربية. وطبعا يعني خالد مشعل طالع من كام يوم يتكلم أنه خسائرنا خسائر تكتيكية وخسائر إسرائيل استراتيجية، يعني وهذا هو الوهم. وخالد مشعل ده هو بالمناسبة اللي قال إحنا أبناء المشروع الشيعي، يعني فهذا هو الوهم الذي صدروه للعالم العربي، وأنا يعني لا أتصور كيف يتقبل العقل العربي إلى الآن أن تكون خسائرنا 50,000 شهيد تكون خسائر تكتيكية، في حين أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد قال لأن تهدم الكعبة حجرا حجر يعني أهون من أن يراق دم امرئ. فإذا المسألة هم ما عندهمش عقيدة قتالية حقيقية تجاه العدو الصهيوني، فضلا عن العلاقات الحميمية والمتشابكة بين هذه الأطراف وبين إسرائيل، والأمور تسير وفق الإرادة الأمريكية والغربية وفق الماسونية العالمية، وإسرائيل تستخدم، لأنه هذه الحرب هي حرب بمدلول توراتي وبإسقاط توراتي، وتسير حتى أنه الياهو مالي الحخام الإسرائيلي اتكلم من كام يوم قال أن الحرب تسير وفق وصايا التوراة، ولذلك حتى بنيامين نتنياهو طلع من كام يوم غير اسم الحرب من السيوف الحديدية إلى حرب القيام. ده عندهم مدلول توراتي لهذه المسألة، لكن دائما ما إسرائيل تستخدم هذه المدلولات أو هذه الإسقاطات الدينية بين قوسين لكي، لأنها دائما تغذي الفكرة التي أقامت عليها هذه الدولة المتطرفة وهي المظلومية، نحن محاطون بالأعداء، نحن نسعى لإقامة الهيكل، نحن يعني هي تلصق ما هو ديني بهذه الرغبات المتطرفة سياسيا والتي ليس لها وجود واقعي على الأرض ولا تاريخ واقعي على الأرض، هي محاولة أن تلبس هذا بذاك لكي تظل على هذه الحالة. لا، هو فكرة أنها بتتكلم على المظلومية التاريخية ونحن يعني شعب مشرد وتعرض للإبادة وتعرض للتشتيت ومحاطين ببحر من العداء وكذا، ده استهلاك للعالم،
لكن الواقع على الأرض ما فيش استهلاك، ده بالعكس الواقع على الأرض بيؤكد ان هم ليسوا مظلومين. المظاهرات اللي قامت في اوروبا وفي امريكا نفسها وفي عديد من الدول كانت ضد الهمجيه والوحشيه الاسرائيليه التي تمت في اباده اهلنا في غزه، لكن هذه الاستهلاكات ما تقوله حضرتك هو عكس الاعلام العالمي او عكس ما تم كشفه في العالم، لكن الواقع مختلف عن التصريحات جزئيا في فكرة المظلومية وغيرها. الواقع يؤكد أن هناك حرب مراد إشعالها في المنطقة، وشوف شوف حضرتك هو إسرائيل خسرت في هذه الحرب في غزة ما يقرب من في تقديرات مختلفة يعني من أول 1200 جندي إلى 3600 جندي كقتلى، والإصابات من 4000 إلى يعني في تقديرات كثيرة، لكن حتى لو كانوا 1000 جندي بس تم قتلهم. نعم. في إسرائيل في هذه الحرب، واللي سقطوا في العمليات من جنوب لبنان، هل يعقل أن تقدم إسرائيل هذا العدد المهول من القتلى عندهم ونحن نعلم قيمة الجندي الإسرائيلي وقيمة حتى رفات الجندي الإسرائيلي أو رفات المواطن الإسرائيلي؟ علمنا شفنا كيف ظلوا لمدة 40 سنة بعد إعدام أمين ثابت أو إلي كوهين في الشام في دمشق، كيف عملوا على استعادة رفاته الجندي جلعاد شليط في 2011 لما قعدوا 5 سنين عشان يسترجعوا الجندي ورفات آخرين. بالضبط. فبالتالي قيمة الإنسان عندهم كبيرة جدا، فهل يمكن أن هو يقدم هذه الكلفة من الأرواح وهذه الكلفة من الأموال التي زادت عن 76 مليار دولار خلال هذا العام، وينتظر أنها ويعتقد أنها قد تكون أكثر من كده، هل يمكن لإسرائيل أن تقدم هذه الكلفة مجانا عشان تنتهي الحرب وتقف، أم أن هناك هدفا آخر أكبر بكثير من مجرد استعادة الأسرى؟ ويمكن جالانت سرب مرة في زلات لسان سرب أنه قال له نتنياهو أنه الأسرى أو الرهائن ليسوا هم سبب استمرار الحرب، ولا أعتقد أن يعني فكرة الرهان على البعد العاطفي واللي احنا بنتكلم به في العالم العربي أنه يخشى نتنياهو أنه الحرب تتوقف حتى لا يحاكم في الداخل الإسرائيلي وتحاكم إسرائيل في الجنائية الدولية ويحاكم هو بإبادة، لا، هذه أفكار عاطفية ومشاعر احنا بنصبر بها نفسنا، لكن الواقع الحقيقي أن هناك مخططا تعمل عليه إسرائيل ومن وراء إسرائيل الأمريكان والإنجليز. نعم. ومن وراء ومن خلف هؤلاء الاثنين، فبالتالي الحرب مستمرة، وفكرة الردود الجزئية التي تفعلها إيران هي مجرد زر الرماد في العيون، لكن القبة الحديدية هل ما كان ممكن أن القبة الحديدية ديت إذا تم إطلاق رشقات متعددة، ويعني إيران تمتلك أسلحة وحزب الله يمتلك صواريخ وسوريا تمتلك وأزرعها في اليمن يمتلك وفي العراق في الحشد الشيعي الحشد الشعبي يمتلك، إذا كان هناك رغبة حقيقية في الحرب ضد إسرائيل وإسقاط هذه القبة الحديدية، الرشقات صاروخية كثيفة ومتعددة ممكن أن تجعل هذه القبة تنهار، لكن إيران تغازل الأمريكان تغازل اليهود لأن في علاقات بينهم ولا تنوي حرب حقيقية، وده ظهر على يعني المتحدثة بتاعت الحكومة الإيرانية قالت نحن نريد السلام، وزير الخارجية الإيراني في آخر تصريح قال إن احنا مستعدون لأي سيناريو ولكن لا نريد الحرب. بعد كل هذا الإذلال الذي أذلته إسرائيل لإيران ولا أزرعها وبيقول احنا مش عايزين حرب، إذن ده يفهمنا يجب أن يعي يجب أن تعي الشعوب العربية أن العلاقة بين إيران وإسرائيل وإيران وأمريكا لا تسمح بأن تكون هناك حرب، لأن نعم. علاقة دافئة وحميمية، لكن المستهدف يا سيدي هو إحاطة مصر بأزمات، تشتيت الجهد العسكري والأمني
في مصر، خلق الأزمات حول الحدود المصرية، إضعاف الإيراد أو يعني تقليل بشكل كبير الإيراد كما حدث في إيراد قناة السويس نتيجة ضربات الحوثي التي لم تؤتي بثمار في إسرائيل، بهدف إضعاف مصر، لأن جزء من المخطط هذه الحرب جزء منها إضعاف مصر وإضعاف الجيش المصري، لأن سقوط أو تفتيت سقوط المنطقة ثم تفتيتها الذي توقف عند 30 يونيو وثورة الشعب المصري هم في مخططات بديلة. بعد كده عملوا خلقوا الأزمة في ليبيا أو أرسلوا الدواعش، خلقوا الدواعش في الشام وفي العراق في دمشق وفي في سوريا وفي العراق ثم أرسلوهم إلى ليبيا، جزء منه مصر، ثم الجزء الهدف الأكبر هو الصين. طيب أذهب مع حضرتك إلى ما أعلن أيضا في الساعات الماضية، أولا إسرائيلية من أن أمريكا ستزود إسرائيل بمنظومة ثاد للدفاع الجوي، ثم الإقرار الأمريكي بنشر هذه المنظومة، منظومة جديدة تضاف إلى عدة منظومات قائمة بالفعل للدفاع الجوي وهي بين قوسين من الأكثر تطورا في العالم. السؤال مباشرة، لماذا هذه المنظومة بالتحديد، وهل منظومة واحدة كثاد حتى ولو كانت متقدمة تكفي تحقيق فارق في التوازن الاستراتيجي أو على الأرض؟ لأنه لا، هي هذه المنظومة هتحفظ أمن إسرائيل ضد ما أبلغ أو تسرب عن تسليم روسيا لصواريخ ولمعدات عسكرية دقيقة لإيران خلال الفترة القادمة، وأن روسيا تتعاون مع حزب الله على الأرض في جنود من الروس قد يكون من النظاميين او من الفيلق الافريقي او من مجموعه فاجنر، لكن هناك تعاون بشكل او باخر. وروسيا، لان روسيا تستخدم ايران هي تعلم تماما ان اللعبه الامر بين ايران واسرائيل وامريكا هي لعبه ضحك على العرب، لان هم بيستغلوا ايران كفزاعه للعرب زي ما بيستغلوا اسرائيل كفزاعه واستغلوها، وده وفق ما تم في مؤتمر لندن وفق مقررات مؤتمر لندن في او وثيقه كامبل البرلمان لبرلمان سنه المؤتمر اللي انعقد 1905 الى 1907، وقرروا في زرع كيان لفصل العالم العربي والاستمرار الضعف العربي والاستمرار استنزاف هذه المنطقه والتحكم في المضايق، لان انت عندك منطقه وسطى في العالم تتحكم في المضايق وتتحكم حتى حديثا ومؤخرا في الطيران، هي متوسطة للطيران العالمي كله، الخطوط البرية أيضا. فكان لابد وفق هذه وفق مقررات مؤتمر لندن أو وثيقة كامبل أنه يتم هذا العمل. هذا العمل مستمر إلى أن يتم تجزئة الشرق الوطن العربي وتفتيته. إذن هو تغيير ديموغرافي طبعا تريده إسرائيل ومن يقف معها أو من يحالفوها، هذا ما تقصده؟ طبعا هو تغيير ديموغرافي وإشعال حرب في المنطقة ثم إشعال حرب في العالم، لأنه طيب إشعال حرب يا سيدي الفاضل، هل يعقل أن حتى تبحث الولايات المتحدة نفسها الدعم الأول لإسرائيل عن إشعال حرب، هي نفسها اكتوت بنيران هذه الحرب في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وفي حرب فيتنام؟ لا لا لا. وما زالت حتى اليوم تعاني من ويلات هذه الحروب. يعني على فكرة هو أمريكا لم تحارب على أرضها إلا بيرل هاربر، الضربة اللي خدتها في ميناء بيرل هاربر وكانت كافية بدخولها للحرب، وكانت مبرر، لأن خلقت مبرر، لأن في كلام برضو كتير عن من أسس هذه الضربة ومن ضرب، في كلام كتير زي البرجين، برج التجارة العالمي، أنه من ضربهم يعني. فهي لم تحارب، لكن كل الحروب أمريكا استفادت منها، هي خسرت. أمريكا لا تستطيع أن تحارب بالمناسبة، هي تمتلك أسلحة جيدة لكن لا تمتلك محاربين أقوياء. أمريكا خسرت في فيتنام، خسرت في العراق، خسرت في أفغانستان، حتى إخواننا الشباب أو إخواننا المقاتلين والشباب العادي في الصومال سحلوا الأمريكان، فأمريكا لا تستطيع أنها تحارب إلا بالتكنولوجيا، ولكن هي تستخدم هذه الحروب لاستنزاف موارد
وثروات البلدان. حرب أوكرانيا التي دفعت أمريكا إلى أوكرانيا للدخول في حرب، أو هيأت الجو لاستثارة بوتين واستثارة يعني ان هم يستثيروا بوتين وروسيا عشان يدخل اوكرانيا، هي استفادت. ضرب الخط الغاز الروسي هو الامريكان اللي ضربوه لانه بداوا يروحوا على الغاز الامريكي. حاليا الازمه الكبرى بالنسبه لامريكا هي الصين. الصين جزء او هدف رئيسي من حرب أمريكا، من إدارة هذه بؤر التوتر، هذه التوترات في كل هذه البؤر. نعم. هو إضعاف الصين. ولذلك حتى مؤخرا الصين عندها أزمة، عندها بضائع متكدسة، لأن ضرب خط طريق الحرير وقناة السويس وتقليل حجم العبور من بحر العرب وقناة السويس والبحر الأحمر، ده جزئيا ضد الصين، لأن الصين بتصدر قناة السويس بيعدي منها 12% من حجم التجارة. لكن سياسيا الصين يعني تميل إلى الحق الفلسطيني. الصين أعلنت رفضها ربما قبل ساعات أيضا فيما يتعلق بالحرب على لبنان. الصين موقفها واضح، الصين موقفها مع الحق العربي، لأن العرب كانوا بس قبل يعني بضع شهور، يعني الصين دائما كانت مع الحق العربي، لأنه يعني كل التاريخ الصيني منذ نشأة الصين الشعبية كان مع الحق العربي، لأن العرب كانوا من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الصين الشعبية. لكن الصين تندد فقط فيما لا يجور، فيما لا يعني يمس حقها او سيادتها او غير، هي تندد وتقف كويس مع العرب كلامين. لكن ويمكن في تحركات الى حد ما، لانها تدرك ان الحرب الكبرى هي حرب ضدها هي في الاساس، فقد تساعد المنطقه، قد تساعد في بعض الأزمات، قد تساعد في التعاون العسكري في بعض دول الوطن العربي، لأنها مدركة أنه حجم الخسائر. يا سيدي، الصين كل تجارتها وأغلب تجارتها لأوروبا بيمر عبر قناة السويس، وجزء كبير منه إلى أفريقيا بيمر عن طريق سواء بحر العرب أو قناة السويس. فبالتالي الصين من أكبر المتضررين حاليا، ودي جزء من الاستراتيجية الأمريكية في تشغيل إسرائيل وتشغيل وإشاعة التوترات في هذا هذه المنطقة. دكتور أيمن، يعني نظل أيضا أو نعود إلى المربع الأول، وماذا بعد؟ نحن الآن مستمرون، تم كسر العام زمنيا من العدوان على غزة، العدوان على جنوب لبنان وعلى مناطق لبنانية عامة مستمر. أين يمكن أن تكون بداية الحلحلة لهذه الأمور؟ لن نتكلم إسرائيليين، أين تكون بداية الحلحلة لدينا نحن الطرف العربي؟ يعني إن لم تكن هناك مساندة للدولة المصرية وللجيش المصري من قبل إخواننا العرب، فما فيش يعني على الأقل يعني اتباع الخطوات سواء الدبلوماسية أو الضغوط اللي بتمارسها الدولة المصرية على أطراف عديدة منها إسرائيل وأمريكا وحلفائها في أوروبا. بغير ذلك لا، مش هنلاقي موقف عربي، لأن العرب احنا بنشوف العرب أصبح عندهم علاقات حميمية وعندهم معابد وكنيس يهودي وكذا في بعض الدول العربية التي ليس لها علاقة أساسا لا جغرافيا ولا تاريخيا بإسرائيل ولا بالمسألة ولا بالمنطقة. فيعني العرب يعني أعتقد أن هم في حالة يرسى لها ولا ينتظر منهم خير الحقيقة، إلا إذا كانوا عضدا ودعما للدولة المصرية، لأن الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك جيش قوي، التي تمتلك رؤية صائبة لأزمات المنطقة ورؤية للحلول، وتدرك من زمان. احنا شفنا انه لما تم من 2014 تم شراء أسلحة عديدة ونوعية وتنويع مصادر السلاح ورفع كفاءة الجيش في الفترة الأخيرة، كل دي كانت يعني يفهم منها أن الدولة المصرية بأجهزتها وبجيشها تدرك تماما ما هو قادم. فبالتالي إذا أحسن العرب
دعموا مصر، لأنه الأزمة يا سيدي العكس بقى اللي حضرتك ممكن تسأله، أنه وغير ذلك أو الطرح المقابل لده، أنه العرب سيتم إفنائهم خلال هذه الحرب، لأن الحرب لن تتوقف عند لبنان. سوريا هيدخلوا سوريا، لأن جزء من المؤسس التوراتي ومؤسس الفكر الصهيوني حتى في سفر إشعياء بيتكلموا على إبادة دمشق، وحتى ده يتطابق على فكرة بين الفكر الشيعي إبادة حرسطة وهي إحدى قرى دمشق وإحدى ضواحي دمشق، والغوطة وغوطة دمشق. نعم. فيعني أنه الفكر الشيعي والفكر اليهودي متطابق في المسألة إلى أن تشتعل حرب هرمجدون. أنا أشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم الدكتور أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ونبقى في زاوية المتابعة لأهم وأبرز التطورات على الساحات الإقليمية المختلفة. إلى اللقاء.